قابلوني وجود المكتب وقعدت اتكلمت معاهم، وهم كانوا جايبين الفيديوهات على سي دي هيا، ايوه واتفرجت على سي دي هيا وقالوا لي دوت يبقى ده اسمه محمود صالح وده اسمه سيد صالح وده اسمه محمد صالح، هم ثلاثة اخوات. الثلاثة اخوات. فنزلنا جبنا والدتهم واخواتهم وبعض الناس في الشارع، فحتى والدتهم قالت لي انا مش عارفه الناس بيقولوا لي كل شويه ولادك بيطلعوا في التلفزيون ليه وايه اللي وداهم التحرير. ايوه فقلت لهم ان ولاد مقبوض عليهم من يوم الثلاث اللي فات وما راحوا، عمرهم ما راحوا التحرير. ايوه طب ولادك فين يا ست؟ قالت له ولادي موجودين في اسم الحدائق دلوقتي. ايوه فنزلت عشان اتاكد برضو من صحه المعلومه، فرحت القسم فلقيت فعلا الناس موجوده في القسم ومحبوسين بموجب قرار من النيابه العامه بحبسهم 4 ايام، يوم الثلاث يوم الاربع 14 12 ايوه في القضيه 12664 لسنه 2011. القضيه 12664 لسنه 2011 وقرار وقرار النيابه يوم 14 12 بحبسهم 4 ايام تنتهي في 17/12/2011. ايوه تمام. وتم التجديد لهم في يوم 17 ومحدد لهم جلسه تجديد حبس يوم 24/12/2011. ايوه والتهمه شروع في قتل وحياد الذخيره في احداث حصلت في الزاويه الحمراء قبل الانتخابات المرحله الاولى تقريبا. ايوه حكايه ثانيه خالص يعني. خالص. مهم فسطرت بلاغ بالكلام اللي قالوه التفاصيل كلها، وقعت عليه والدتهم وشقيقتهم وثلاثه من الشهود احدهم محامي ساكن في العقار المرافق للواقعه اللي حصلت فيها. هم راوني تفاصيل وقعه القبض. ان القبض تم حوالي الساعه 5 فجر يوم الاربعاء بواسطه رئيس مباحث اسم الحدايق وقوه من اسم الحدايق ومجموعه من ما يسموا بثلاث سبعات، انا ما اعرفش ايه تحديدا ثلاث سبعات ديت، بس قالوا ان هم مجموعه من الجيش وبيبقوا ملثمين بينزلوا ملثمين وكسروا باب البيت وقبضوا عليهم واحالتهم للنيابه والنيابه حرستهم وهم موجودين الان وانا بكلمك دلوقتي في حجز اسم حدائق القبه على ذمه النيابه العامه. طيب فحوى بلاغ حضرتك اللي قدمته ايه؟ يعني ايه اللي ضايقك؟ ايه اللي استفزك؟ اللي استفزني اننا ما زلنا نمارس الكذب وما زلنا نمارس التضليل، بل بالعكس ده بصوره اسوء. يعني اعلام مبارك لم يجرؤ ان يمارس هذا الكذب. احنا النهارده بنمارس كذب كذب اكثر، بنعمل استعداء للشعب ضد الثوار، بنحاول نشوه الثوار بشكل دائم، ولازم الكل يعرف ان كلنا خاسرون اذا شوهت هذه الثوره، فمصر كلها ستخسر. انا مش فاهم يعني ايه الاعلام يعمل دوت، يعني ايه الاعلام يجيب ناس محبوسين قبل الاحداث محبوسين على ذمه قضايا ثانيه ويصورهم للراي العام، والام مش فاهمه حاجه فتقول الناس بتسالني ايه ولادك ليه بيطلعوا في التلفزيون، فهي مش فاهمه برضه هي كمان. طب يا ابني ده الناس دي ممكن يحبسوهم في موضوع التحرير، يعني ابنها متهم في شروع في قتل وشايف ان ده موضوع تافه بالمقارنه بان هو يتحبس في حرق المجمع العلمي مثلا. وكل شويه الصور، صباح الخير يا مصر النهارده يعرض الصور، امبارح الفضائيه المصريه تعرض صور ولادها الثلاثه واصبحوا اشهر من النار على العالم زي ما بيقولوا. احنا لابد ان نقف وقفة ونفضح هذا الكذب وهذا التلفيق من اجل مصلحه مصر كلها. اللي بيحصل دوت كارثه بكل المقاييس. انا بقول ان هؤلاء الاشخاص دول ايا ما كانوا هم متهمين بايه، ومتهمين بجريمه لا علاقه لها بموضوع التحرير، لكن ايا ما كان انا يعني بأحذر من المساس بيهم او محاوله الضغط عليهم او ان هم يطلبوا اقوال ثانيه او اجبارهم على ان هم يقولوا كلام ثاني. هؤلاء الاشخاص احنا معانا في الدقيقه بتاعتهم، انا لسه جاي من اسم الحدائق من حوالي ساعه، هم موجودين في اسم الحدائق على ذمه القضيه اللي انا قلت رقمها ومحبوسين على ذمه النيابه العامه، وانا بأحمل المشير شخصيا والنائب العام شخصيا مسؤوليه الحفاظ على حياتهم. استاذ طارق العوض المحامي بشكرك شكرا جزيلا، جعلت ختام اليوم الحمد لله على كل شيء. اذا طبقا للحكايه اللي حضراتكم سامعينها، أربق بتلفزيون بلدي والتلفزيون المصري المستمر في الأكاذيب، تتغير القيادات وتذهب وتبقى ويأتي من يأتي وتبقى الأكاذيب هي الشيء الثابت والحقيقي في هذا المبنى. ده شيء وبتكلم عن مبنى بنتمي له وينتمي ليه كل الإعلاميين، وأزعم أن ينتمي ليه كل الأساتذة اللي علموا كل الإعلاميين اللي بيتواجدوا في المنطقة العربية من المحيط للخليج. فأربق بهذا التلفزيون، وإذا كانت هذا هو خطأ التلفزيون فهل طبيعي ان المجلس الاعلى في مؤتمر عالمي يستعين بلقطات بدون تحري الدقه في هذا الموضوع؟ انا كمان بطلب من زمايلي ان على وجه السرعه يا ريت
استاذ ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار المصري. استاذ ابراهيم اهلا وسهلا بيك. استاذ ابراهيم معتز مطر في محطة مصر يا أستاذ إبراهيم، إزاي حضرتك؟ أهلا أهلا يا معتز بيه، إزاي حضرتك يا أستاذ إبراهيم؟ وحشني والله يا حبيبي. ربنا يبارك لك ويطول لنا في عمرك يا فندم، كل سنة وحضرتك طيب. طيب تحياتي وتحيات أستاذ جمال فهمي لحضرتك. أهلا أهلا حبيبي جمال. الله يخليك يا أستاذ. أهلا وسهلا. أستاذ إبراهيم دلوقتي جالنا خبر فقلنا نستوثق من مصدره عشان نكون منطقيين وعادلين وننقل رؤية صحيحة للناس. أهلا وسهلا. الله يخليك. بخصوص الفيديو الذي استعان به المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتحديدا اللواء عادل عمار النهاردة في المؤتمر الصحفي، واللي أيوة. كان أذاعه التلفزيون المصري بخصوص لقاءات مراسل التلفزيون المصري مع بعض الصبية الذين ألقي القبض عليهم، واتقال في هذا الحوار أنهم مسؤولين عن حرق المجمع العلمي وأن بعض الأشخاص بيدفعوا لهم فلوس وشيء من هذا القبيل. أعتقد التحقيق التلفزيوني حضرتك بتتذكره جيدا. نعم. طيب دلوقتي كان معايا الأستاذ طارق العوضي محامي، وقال لنا واقعة بصراحة أسأتنا جدا، إن هؤلاء الأطفال قال لنا محبوسين من يوم من ليلة 14-12 برقم محضر 12-764 لسنة 2011 في اسم شرطة الحدائق بواقعة تختلف كثيرا عن هذه الواقعة وسابقة لهذه الواقعة، وأن كل ما في هذا الحوار التلفزيوني كان محض افتراء للنائب العام بخصوص هذا الشأن. طب وايه يعني ايه المطلوب بالظبط يا استاذ محمد؟ مش عارف ايه المطلوب. انا بتسائل يا استاذ ابراهيم، التحقيق التلفزيوني ده هل يعني الشرطه صدرت هؤلاء الاشخاص فالتلفزيون اجرى الحديث بدون ان يعلم حقيقه الموقف، ولا الموقف جه ازاي؟ احنا حضرتك بنروح نغطي ايوه حدث معين. ايوه احنا علمنا ان في مجموعه من الصبيه ايوه تم القبض عليهم في الاحداث دي، ورحنا سجلنا معاهم وزعناها زي ما طلع استلوا هم مش في الاحداث دي، واخد بالك؟ ايوه. خلفيات هل دول كان مقبوض عليهم من قبل، او ان هو القبض عليهم بشكل يعني خلال الاحداث او بعد الاحداث اللي حصلت؟ انا شايف ان دي قضيه تتعلق بالنيابه العامه، المفروض ان هي بتحقق في الموضوع ده. صح. وفي النهايه هي اللي بتحدد. اكيد يعني أكيد. يعني الموضوع ده رهن التحقيق. جميل. ده يفضل، والراي اللي حضرتك بتقوله راي مهني صحيح لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها، مع بغض النظر عن اي اخطاء مهنيه، ولكن دلوقتي بقى اديني بعلن لحضرتك معلومه، ومعايا وزمايلي في الاعداد هيدوا لحضرتك تليفون طارق العوضي المحامي وكل المعلومات، واحنا هنوجه كاميرا متواضعه من عندنا دلوقتي لاسم الحدائق، وبقول لحضرتك ان الموضوع ده غير صحيح. بصفه حضرتك كرئيس لقطاع الاخبار، ما الاجراء الذي سيتخذه التلفزيون الرسمي لتصحيح الواقعه؟ إذا ثبت بالدليل القاطع إن هؤلاء الأولاد ما لهمش علاقة بالأحداث، أنا أقول لك إن من حقهم علينا إن إحنا نعلن براءتهم من هذه الأحداث. ولكن اللي بيقول هذا الكلام النيابة العامة. أيوه. واخد بال حضرتك؟ أيوه. لكن إحنا دورنا دور محايد، بنغطي الحدث أيا كان، وليس لنا أي مصلحة ان احنا نغطي على حدث او نبرز حدث. اكيد استاذ ابراهيم سقطنا. انا بتكلم وفقا للمعايير المهنيه في الاداء الاعلامي. ايوه. واخد بال حضرتك؟ طبعا انا لما بيبقى قدامي شخص معين في واقعه معينه، انا بلتقي بهذا الشخص في هذه الواقعه بغض النظر عن ان ايه الخلفيات. واخد بال حضرتك؟ ايوه. يعني اقدر اقول اذا ولكن وفي النهايه عايز اقول لك على حاجه. اتفضل. ان ممكن يكون ان دايما في قاعده المتهم بريء حتى تثبت ادانته. صح ولا لا؟ طبعا، ولكن الحكايه هنا مش واقعه اتهام، هي واقعه تزوير يا استاذ ابراهيم لو صحت، وخلينا نحط تحت 10 خطوط تحت لو صحت. لو دي كلمه لو دي فعلا
هي الأساس في الموضوع. طيب في حالة إن هم طلعوا براءة، من حقهم كمواطنين إن أنا أعلن هذه البراءة. لا، هي مش مبدأ البراءة، هو طلعوا إن الدور اللي علينا دلوقتي يا أستاذ إبراهيم إن إحنا نستوثق فعلا إن الولاد دول مرتبطين بالواقع ولا لا. الراجل بيتكلم عن أرقام، ما بيتكلمش عن شيء. هو بيتكلم على تتعامل مع جهات رسمية بتقوم بعملية التحقيق. أيوه كويس. فأنت بتسجل بناء على هذه الدعوة اللي تقال لك دول الناس. صوروا إمتى؟ صوروا في النيابة ولا في الاسم؟ طب خلينا نقول ناخد من حضرتك بعض المعلومات. أين تم التصوير ومن أين جاءت المعلومة رسمية لقطاع الأخبار؟ عشان يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني معلش، يعني أي ما هو أنا بتعامل أستاذ جمال فهمي صحفي. أيوه. ويعلم تماما أن الصحافة، أي صحفي له مصادره. أيوه. واخد بال حضرتك، ومن حق أي صحفي أنه هو ما يعلنش عن مصادره. بس ده مصدر رسمي، احنا بنتكلم عن مصدر رسمي يا استاذ. انا بكلمك بشكل عام. بشكل عام. استاذ ابراهيم استاذ جمال عايز يتواصل مع حضرتك. اهلا يا استاذ جمال، اتفضل. اهلا بحضرتك. هو المشكله دلوقتي انه يعني المعلومه اللي قالها المحامي هؤلاء انهم مقبوض عليهم في قضيه اخرى قبل الوقعه اصلا، ممكن يبقى المصدر المصدر هو الامن. لكن ممكن. لكن انا عايز اقول لحضرتك على حاجه، وانت طبعا يعني استاذ كبير، ربنا يخليك، الله يخليك، انه يعني لا يمكن في امر من هذا النوع اطمئن الى مصدر واحد لانه قد يخدعني. بالضبط. يعني دي قاعده مهنيه سليمه. انا يقول لي هؤلاء هم هؤلاء، خصوصا اذا كان المصدر ده هو الامن نفسه. واضح ان التصوير ده ما تمش في النيابة العامة، ده تم في الحجز. يعني اصلا هو في تجاوز مهني لازم نقول عليه في البداية، حتى لو كانوا هم دول ليهم علاقة بالواقع. يعني مش معنى انه مقبوض عليه في متهما في قضية ان انا اشهر بيه واطلعه، لانه زي ما انت قلت حضرتك المتهم بريء الى ان تثبت ادانته. ممنوع في العالم كله تصوير، خصوصا اذا كان بعضهم اطفال دون احداث دون السن، وفي قوانين تجرم عرضهم على هذا النحو. لكن هنتجاوز عن هذا. يعني لا، لكن القضية الأساسية أنهم يعرضوا على الرأي العام باعتبارهم مقبوض عليهم في قضية تشغله الآن، بينما هم لا علاقة لهم بهذه القضية طبقا للبلاغ المقدم. تفترض أن كلام المحامي هو الحقيقة؟ لا، أنا بفترض أنه الرقم اللي قاله لا يسمح بالتزوير. هو قال هم مقبوض عليهم في القضية رقم كذا اللي تاريخها كذا، وخدوا عرضوا على خدوا 4 أيام حبس، ثم جدد هذا الحبس قدام قاضي المعارضات يوم كذا في جلسه كذا. اذا ده كلام ما ينفعش، الا انه انا بتفق معاك تماما، لانه انا اظن ان في شرك وقع في زميلنا اللي عدى هذا التقرير. انا اظن انه في شرك مسؤول عنه وقع في زميلنا اللي عدى هذا التقرير، وانا لا اجد اي حرج ان اقول لهذا الزميل انت اخطأت، لانه كان لازم تتحقق من مصادر اخرى غير مصدر الامن. لان ياما زملاء بس طبعا الزملاء الكبار بيبقوا عرفوا هذا الموضوع، يستغلوا في استخدامهم مصادر تخدعهم فيشيلوا هم ذنب المفروض ان هم كانوا بيتحققوا منه، لانه ما ينفعش من مصدر واحد. وما ينفعش اكتر من كده انه يعرض هؤلاء الصبية الصغار. دي جريمة على فكرة بقانون الطفل المعمول به في مصر حتى الآن، هذه جريمة للأسف الشديد. أنا بتفق معاك تماما في كل الكلام اللي انت حضرتك قلت يا أستاذ جمال، إن المسألة لابد إن دي تخضع للتحقيق، تحقيق النيابة العامة، وهي تعلن الحقيقة. وأنا برجوك تحقيق مهني كمان يا أستاذ إبراهيم، في تحقيق مهني كمان. ده يتعلق بسمعة التلفزيون المصري. ده على طول، يعني انا هراجع الزميل اللي عمل هذا اللقاء او هذا التقرير، وهيتم توضيح الحقيقه ان شاء الله.
بشكرك يا استاذ ابراهيم ودايما بنؤكد على ان ثقتنا الغاليه في حضرتك، وبجد ده مش مجامله عشان حضرتك معانا على الهوا، واحترامنا ليك واحترامنا الاكبر لتلفزيون بلدنا اللي هو بتاعك وبتاعنا وبتاعنا كله.